تحية لكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقة جديدة من القاهرة. من عناوين هذه الحلقة: تحركات وجهود مكثفة للدولة المصرية من أجل العبور الآمن للأزمة الاقتصادية العالمية التي تطال جميع دول العالم. بقيمة 7 مليارات دولار، قناة السويس تحقق أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام المالي الحالي 2021-2022. لكن وخلال 9 سنوات فقط، مصر تزيد 19 مليون نسمة، فما تبعات هذه الزيادة السكانية غير المنضبطة وأي حلول لها؟ البداية دائما نظرة على أهم وآخر الأخبار. اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن المنفي عبر عن خالص التقدير لمساندة مصر الصادقة لبلاده امتدادا للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مثمما في هذا الخصوص الجهود الحثيثة بقيادة السيد الرئيس في دعم ليبيا، خاصة عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية وتوحيد الجيش الوطني ليبي، فضلا عن الدور الحيوي ونقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا. وأكد الرئيس السيسي أن مصر لم ولن تدخر جهدا في دعم ليبيا الشقيقة بهدف إجراء مصالحة وطنية ولم الشمل. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد التوافق بشأن ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية نابعا من الليبيين أنفسهم. في شأن آخر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلا عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2021-2022. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2021-2022. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالي المنقضي 2021-2022، حيث بلغ معدل نمو الإيرادات حوالي 20% ومعدل نمو المصروفات نحو 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولي قدره حوالي 97 مليار جنيه بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي من 6.8% خلال العام المالي 2020-2021 إلى 6.1%، وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35.8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020-2021 إلى 32.8%. كما تابع السيد الرئيس في ذات السياق خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة، حيث وجه سيادته باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلاً عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية أولت بالتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتماما كبيرا بالتصنيع والإنتاج والتصدير لدورها البالغ في إحداث التنمية الاقتصادية. كذلك في كلمة لرئيس الوزراء خلال افتتاح 6 فروع لشركة جسور وبدء العمل بالمنصة الإلكترونية للشركة للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. هشام حامد والتفاصيل. بهدف زيادة الصادرات المصرية، جاء افتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين 6 أفرع خارجية لشركة جسور في غانا والكاميرون والسودان والإمارات وفرنسا والصين، وكذلك إطلاق إشارة بدء العمل بالكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية. يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لإعادة إحياء شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكل جديد باسم جسور، من خلال منهج يقوم على تقديم خدمات الوساطة والتسويق باستخدام التقنيات الحديثة لعرض المنتجات الوطنية القابلة للتصدير والترويج لها في الأسواق العالمية. مصر تتميز بتنوع كبير في منتجاتها سواء كانت صناعية أو زراعية، الأمر الذي يستوجب الترويج لها على نطاق واسع في الأسواق ومراكز التجارة العالمية، وهو ما تقوم به الحكومة من خلال شركة جسور التي كانت تسمى في السابق شركة النصر للاستيراد والتصدير، حيث تمت إعادة هيكلتها جغرافيا وتشغيليا وبشريا إلى جانب الاستعانة بأدوات العصر الحديث في الإدارة والوساطة والترويج والخدمات اللوجستية وغيرها مما يحتاجه المصدرون والمنتجون. ركزنا على 14 فرع فقط، منهم 8 في أفريقيا، رحنا البرازيل، رحنا الولايات المتحدة، بالإضافة لفرنسا بنفتح في ألمانيا، ومخطط روسيا بإذن الله، دبي، الهند، ماليزيا، والصين. بنفتتح النهاردة 6 منهم، غانا، الكاميرون، السودان، فرنسا، دبي، والصين. ويستهدف المخطط الحكومي النفاذ إلى أسواق نحو 40 دولة عبر فتح 14 فرعا خارجيا قبل نهاية العام الجاري، مع توفير حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات والخدمات المصرفية والتأمينية للمتعاملين في التجارة الخارجية من المنتجين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المصنع إلى المستورد بالخارج مباشرة بنظام B2B، شاملا خدمات الشحن والتخليص والفحص والتخزين والتحصيل والتأمين. إن جهود الدولة المصرية للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية العالمية تحظى بتقدير المؤسسات والوكالات الدولية، ويتوقع العديد منها أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية، حيث يتوقع البنك الدولي في تقريره الصادر في يونيو 2022 أن يسجل الاقتصاد المصري خلال العام المالي 21-22 معدل نمو 6.1% مقابل 5.5% في تقريري إبريل ويناير من نفس العام. وتقول الأرقام إنه تم تجميع بيانات نحو 1200 شركة بإجمالي 19,000 منتج مصري على الكتالوج الإلكتروني حتى الآن. افتتاح أفرع خارجية جديدة لشركة جسور والتي تعد إحدى أذرع الدولة التصديرية يأتي ضمن خطة تحقيق رؤية مصر 2030 للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار. هشام حامد، النيل. قناة السويس المصرية حققت أعلى إيرادات في تاريخها في عام 2021-2022، مسجلة 7 مليارات دولار مقابل 5.8 مليار دولار فقط العام المالي، بنسبة العام الماضي عفوا، بنسبة زيادة وصلت إلى 20.7%. أرجع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع هذه الزيادة إلى تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة، مشيرا إلى أن الأزمات العالمية أثبتت ريادة قناة السويس وأهميتها لضمان استدامة سلاسة الإمداد العالمية. معنا عبر الهاتف جورج صفوت المتحدث باسم هيئة قناة السويس. مساء الخير يا فندم، وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من القاهرة. هذه الأرقام يعني ما هي دلالاتها، خاصة في ظل أزمة اقتصادية عالمية يمر بها أو تمر بها كافة دول العالم؟ أهلا بحضرتك أولا، وكما جاء في مقدمة حضرتك دلالة هذه الأرقام والمعدلات اللي بتتحقق في ظل أزمة يمكن سياسية، حرب روسية أوكرانية بتلقي بظلالها الوخيمة الثقيلة على مختلف قطاعات التجارة وتحديدا قطاع التجارة المنقولة بحرا،
أيضا جائحة كورونا التي لا زال العالم بيحاول التعافي منها، اقتصادات الدول اللي كانت في مرحلة التعافي قبيل الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن جاءت الأزمة الأوكرانية الروسية لتطيح يمكن بكل بوادر التعافي اللي كانت مطروحة. في ظل كل هذه التحديات تحقق قناة سويس أرقام غير مسبوقة على مدار تاريخها، بنتكلم عن 7 مليار دولار إجمالي إيرادات قناة سويس بزيادة 20.7% عن العام المالي السابق، أيضا مستوى غير مسبوق من معدلات البضائع المتدفقة عبر القناة 1.320 مليون طن بزيادة 10.9% عن العام المالي السابق أيضا، وأعداد من السفن كبيرة جدا تخطت حاجز 22,000 سفينة بزيادة 15.7%. دلالة هذه الأرقام حضرتك أنها تتأتى في ظل تحديات اقتصادية كبيرة جدا، ولكن كان يواكب هذه التحديات استعداد مبكر من الدولة المصرية، دعم كامل من القيادة السياسية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دوما ما كان يوجه بأهمية استمرار أعمال التطوير في المجرى الملاحي، وأيضا تعزيز الخدمات الملاحية المقدمة لكافة الخطوط الملاحية العابرة للقناة، كان بيقابل يمكن هذا الدعم الكامل من القيادة السياسية إدارة وطنية برئاسة السيد الفريق أسامة ربيع. كنا بنقابل ده بتخطيط استراتيجي بعمل دؤوب جدا على الأرض. بدأنا يمكن مع بداية الأزمة بتحرك يمكن كان مبكر جدا بتوجيهات من السيد الفريق رئيس الهيئة بضرورة فتح قنوات اتصال مع مختلف الخطوط الملاحية، التوجه بحملات ترويجية وحزم تسويقية وتسعيرية مرنة لأسواق جغرافية بعيدة عن قناة السويس، قدرنا من خلالها نجتذب قنوات أو نجتذب خطوط ملاحية عفوا لعبور القناة. هذه الخطوط الملاحية كانت لا تعبر القناة في السابق، قدرنا من خلال الحزم الترويجية والحزم التخفيضات اللي أطلقناها لهذه الخطوط يعني الملاحية السياسات التسويقية المبكرة اللي قامت بها الهيئة هي التي وصلت بنا إلى أعلى إيرادات أو ارتفاع في الإيرادات، ارتفاع غير مسبوق. ده حقيقي بالضبط كده. يضاف إلى ذلك أيضا عمليات التطوير المستمرة، حاليا بيتم في هيئة قناة السويس تطوير القطاع الجنوبي من القناة بطول 40 كيلومتر، تطوير هذا القطاع من القناة هيساهم في زيادة معدلات الأمان الملاحي في قناة السويس إلى معدلات غير مسبوقة، أيضا هنزود معدلات الأمان بنسبة 28% في المجرى الملاحي وفي القطاع الجنوبي، هنزود أيضا من خلال تطوير هذا القطاع زيادة في القدرة العددية أو القدرة الاستيعابية للقناة، نقدر نستوعب أعداد سفن أكبر بعد إتمام هذا المشروع اللي متوقع بإذن الله ننتهي منه في منتصف العام الماضي، بعد ما صدق عليه فخامة رئيس الجمهورية في منتصف العام الماضي ننتهي منه بإذن الله في منتصف عام 2023 أو العام المقبل. هذه العمليات من التطوير سواء التطوير في المجرى الملاحي نفسه أو تطوير الوحدات البحرية من قاطرات وكراكات عاملة في أسطول هيئة قناة السويس، هي تقريبا دي بتعكس رؤية إدارة الهيئة الوطنية نحو الارتقاء بمكانة هيئة قناة السويس وتأكيد وريادة الهيئة لعقود وعقود قادمة في صدارة الممرات الملاحية، وده اللي يمكن بيترجم النهاردة لمعدلات الإيرادات غير المسبوقة والحمولات وأعداد السفن المارة أيضا. نعم، طيب ما الذي تقدمه مصر في خدمات النقل البحري والذي يعني يجعل قناة السويس متميزة أو يعطي ميزة إضافية للسفن العابرة عبر قناة السويس؟ بشكر حضرتك على هذا السؤال اللي يمكن هيبلور جزء كبير جدا من المزايا اللي بتقدمها قناة السويس والدولة المصرية لكل الخطوط الملاحية العابرة. أولهم هو الموقع الجغرافي المتميز للقناة باعتبارها أقصر وأسرع ممر ملاحي بيربط ما بين آسيا وأوروبا. زي ما حضرتك عارفة في النقل البحري أو في النقل بشكل عام الوقت يعني أموال ويعني تكلفة، وبالتالي أصحاب الخطوط الملاحية دوما ما يبحثوا عن أكثر الممرات الملاحية اللي تقدر توصلهم لوجهتهم المطلوبة في أقصر وقت وبأسرع وسيلة ممكنة وبأقل كلفة ممكنة أيضا. هنا بتأتي الأهمية الاستراتيجية لهيئة قناة السويس، الموقع الجغرافي المتميز، السهولة واليسر اللي بتعبر بيه السفن اللي بنقدم لها، كافة التسهيلات، التأمينات الكاملة اللي بتتم في هيئة قناة السويس تحت مظلة يمكن متكاملة ما بين القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية. تعد قناة السويس هي الأكثر أمانا على صعيد الممرات الملاحية المنافسة، بنشوف رأس رجاء الصالح، بنشوف أيضا غرب أفريقيا وحوادث القرصنة اللي بتطول يعني برأسها بين الحين والآخر. تظل قناة السويس هي الخيار الآمن للخطوط الملاحية، أكثر وأسرع ممر ملاحي. يضاف إلى ذلك كمان استعداد الهيئة بأسطول كبير من الوحدات البحرية المساعدة اللي بتدعم أيضا عمليات العبور في قناة السويس وعمليات الإنقاذ وعمليات التطوير أو التكريك اللي بتتم في القناة. يضاف إلى ذلك أيضا التوجه السباق من الهيئة بتقديم حزم تخفيضات
أو حزم تسعيرية مرنة لمختلف الخطوط الملاحية عشان نقدر نتمكن مع شركائنا التجاريين من تخطي هذه الأزمات. ما بيكونش الغرض فقط لقناة السويس أن هي تحقق أعلى إيراد، ولكن بيهمنا أيضا مصلحة العملاء بما لا يعني يخل بمصلحة الدولة المصرية وإيرادات الدولة المصرية المقاومة للدولار الأمريكي، وبالتالي في علاقة شراكة تجارية ما بين هيئة قناة السويس ومختلف الخطوط الملاحية في تقديم أفضل خدمة مناسبة وتحقيق أفضل إيرادات تضخ مباشرة إلى خزانة الدولة المصرية. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا جورج صفوت المتحدث باسم هيئة قناة السويس. أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، ويكون ذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بخير. صرح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أنه تأكيدا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فالسادة ممثلو الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية هم مدعوون لمتابعة اجتماع مجلس أمناء الحوار والمؤتمر الصحفي الذي سيعقبه غدا الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بدون دعوة مسبقة وفقط بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من النقابات المختلفة والجهات الصحفية والإعلامية إذن المختلفة. يدشن وزير الخارجية سامح شكري في لندن اليوم مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة بمشاركة وزيرة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية ليز تراس، وتشهد أعمال المجلس مشاورات سياسية بين الجانبين ومناقشة للموضوعات الاقتصادية والتجارية. يأتي تدشين مجلس المشاركة في ظل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في شتى المجالات. أكد وزير الخارجية سامح شكري ووزير الدولة البريطانية لشؤون شمال إفريقيا وجنوب ووسط آسيا والكومنولث والأمم المتحدة اللورد دكتور طارق أحمد أهمية تدشين مجلس المشاركة بين مصر والمملكة المتحدة لتعزيز مجالات العمل المشترك، لا سيما دفع التعاون في مجالات الاقتصاد وزيادة الاستثمارات البريطانية في مصر، وكذا معدل التبادل التجاري بينهما تحقيقا لمصالح البلدين، فضلا عن استكشاف المزيد من فرص التعاون الثنائي. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع وزير الدولة البريطانية لشؤون شمال إفريقيا وجنوب ووسط آسيا والكومنولث والأمم المتحدة، وذلك في مستهل زيارة لشكري إلى لندن لتدشين أعمال مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يستمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية، وذلك ضمن مبادرة وصل الخير 2، حيث قام أعضاء التحالف الوطني بمجموعة من الأنشطة لتنفيذ هذه الخطة على أكثر من صعيد، منها الرعاية الصحية والاجتماعية. وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد انطلق في 13 من مارس الماضي بمشاركة كبرى من مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر. تواصل بعثة حج القرعة تقديم تيسيرات وخدمات لحجاجها بفنادق إقامتهم بمكة المكرمة تمهيدا لأداء مناسك الحج، كما يتابع الضباط من خلال غرفة عمليات البعثة بمكة كافة متطلبات واحتياجات الحجاج وتلبيتها، وهو ما أشاد به الحجاج. على مقربة من المسجد الحرام تقع فنادق حجاج القرعة، حيث يواصل ضباط البعثة تقديم الخدمات والتيسيرات لهم تمهيدا لأداء المناسك. ندوات دينية وتثقيفية وصحية تقام لهم بحضور الوعاظ والواعظات للتوعية بالسلوكيات الصحيحة أثناء أداء المناسك. يتم التنسيق بصورة رائعة مع وزارة الداخلية، هي مديانة مساحة كبيرة جدا وبتفرض لنا مكان نقول فيه ندوات، وإن شاء الله نبقى موجودين مع بعض في المشاعر وفي منى وفي عرفات. بنأكد على الحجاج الالتزام بالأداب والسلوكيات اللي تظهر المسلمين بمظهرهم الحسن أمام شعوب العالم. بنكون معاهم وبنفهمهم أنكم ما تتدفقوش، ما تعملوش سلوكيات خاطئة قد تؤدي إلى أخطار. وتحرص وزارة الداخلية على توفير رعاية طبية متكاملة للحجاج، فداخل كل فندق عيادة طبية
لمتابعة حالتهم الصحية. البعثة الطبية بتقدم خدمة طبية متكاملة لكل الحجاج، ما بين عيادات شغالة 24 ساعة بتقدم أدوية في كل التخصصات بشكل مجاني، من فرق طبية بتتابع المرضى إذا كان حد يحتاج تحويل لمستشفى من المستشفيات اللي موجودة. ويحرص ضباط البعث على تفقد حالة الحجاج والاطمئنان عليهم داخل غرف إقامتهم. كله تمام، الله يبارك لكم وخليكم. غرفة العمليات الرئيسية بمكة المكرمة والتي جهزتها وزارة الداخلية لخدمة ضيوف الرحمن تواصل العمل على مدار الساعة بجميع أقسامها للعمل على راحة الحجاج والرد على استفساراتهم وتنظيم وتيسير أداء المناسك عليهم. ارتياح كبير بين الحجاج لجودة الخدمات المقدمة والاهتمام الذي توليه بعثة حج القرعة لهم على مدار الساعة. في تنظيم في الأوض، في تنظيم في المقابلة، في حسن معاملة، الخدمات فوق المستوى، رجالة الشرطة من الصغير للكبير يشكروا على المجهودات اللي هم عاملينها. كل خدمات جميلة وكل حاجة حلوة والفنادق حلوة وكل وزارة الداخلية هنا عاملة حاجات مجهودات جميلة جدا. عمل متواصل لخدمة حجاج القرعة وتنظيم دقيق لكل مراحل الحج لضمان موسم حج ناجح. خدمات متكاملة تقدمها بعثة حج القرعة لحجاجها بفنادق مكة المكرمة والتي تم اختيارها بعناية لتقدم أفضل خدمة للحجيج أثناء الإقامة وكذلك أثناء تأدية المشاعر المختلفة بعرفات ومنى، إضافة إلى ندوات التوعية التي تقام داخل هذه الفنادق وغرفة العمليات التي تتولى تذليل العقبات أمام الحجاج أثناء تأدية المناسك. من أحد فنادق إقامة حجاج القرعة بمكة المكرمة، عبد الله بركات، التلفزيون المصري.